من بعد مغادرة قمر الطائلة فريق نورمار قبل فترة جدا طويلة بسبب المشاكل العديدة اللي صارت بينهم واللي صارت وكبرت من بعد مغادرة قمر للفريق، وانتهت هالمشاكل بتجاهل كل من قمر ونور لبعض وعدم الحديث عن بعض وحتى مع بعض لفترة جدا طويلة، فحاول الطرفين عدم لقاء بعض نهائيا بأي مناسبة لحتى ما يجتمعوا ببعض وترجع هالمشاكل من جديد. وبما أنه هالعالم كتير صغير وصار أصغر بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، فمحاولاتهم باءت بالفشل، وشاءت الأقدار أن يلتقيوا ببعض قبل فترة خلال بث مباشر على تيك توك. شو في زيادة؟ نعم طحطح. أنت ليش ضروري يلا تسوي الحركات؟ ضروري تسوي الحركات؟ وبعد مرور أيام قليلة رجعنا شفنا امبارحة هاللقاء يتكرر من جديد وبنفس الطريقة، وهالمرة كانت ردة فعلهم غير عن السابق، فشفنا انفعال قمر حيال هذا الموضوع تقريبا. عمي خلاص قمر ملا سوري كده فكرتك لحالك سوري 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 يلا باي. حتى بالتيك توك ما افتكينا القرآن باقي. خلص خلص يبوا على الدراما، والله إذا سويتوا دراما يبوا على الدراما. والغريب في الموضوع بنفس الصدفة اللي صارت بين قمر ونورمار صارت بين صلاح كسواني ونورمار ولقائهم ببث مباشر على تيك توك، إلا أنه نور اختار مغادرة البث نظرا للخلاف اللي بينه وبين صلاح وأصدقاء السلاوي عامة اللي حكينا عن هالمشكلة سابقا بفيديو سابق. هاي صلاح. هلا والله. كيفك؟ كيف الحال؟ أعرفك على كرتونة ونور. أهلا وسهلا صلاح. مرحبا. هاي أهلا وسهلا. شو الأخبار؟ الحمد لله. شو الأخبار؟ سهلة. أنا؟ شو بسملة؟ ها؟ شو الأخبار؟ والله الحمد لله. شو أخباركم؟ تمام خير. وانت شو أخبارك؟ زينك؟ والله تمام. تلعبوا جولة ولا نروح؟ العب العب. جبت أنا رايح. ها؟ لازمكم شيء؟ لا شكله بيطلع. باي باي. شرفت يا اخي. شانه جنصني انا. ايش في وجه؟ كاني بتحس اصابه القصه بتصير، كاني اصابه بتصير القصه يا زلمه. تقولي ليش ما بحب التيك توك يا اخي؟ عيفوني بحالي، انا بحب اطلع مع ناس عشوائيين احسن. شيله عنا. فشو رايكم باللي صار بين نورمار وقمر الطائي وصلاح كسواني؟ شاركونا رايكم تحت بخانه التعليقات.